السادة الأعضاء، تنص الفقرة الثانية من المادة 147 من الدستور على ما يلي: ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. كما تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ويرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده وفي غير دور الانعقاد، يدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء، ويُختر رئيس الجمهورية بذلك. السادة الأعضاء، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 277 من اللائحة الداخلية من المجلس، فقد وصلني كتاب من السيد رئيس الجمهورية يطلب فيه عقد جلسة طارئة للنظر في إجراء تعديل وزاري في بعض الوزارات. وعملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس، أعرض على حضراتكم ما جاء في كتاب السيد رئيس الجمهورية، وليتلى ما جاء في هذا الكتاب. السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تحية طيبة وبعد، بالإشارة إلى ما تقتضيه الفقرة الثانية من المادة 147 من الدستور من موافقة مجلس النواب على إجراء تعديل وزاري، وعملاً بحكم المادة 116 من الدستور والمادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، فإنه يطيب لي اختار سيادتكم وبعد التشاور مع السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالرغبة في إجراء تعديل وزاري، وذلك على النحو المبين بالكشف المرفق، لاتخاذ اللازم نحو عقد جلسة طارئة لمجلس النواب للنظر في التعديل الوزاري. وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. الكشف المرفق. السيد رضا السيد محمود حجازي، الوظيفة نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، الوزارة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. السيد هاني عاطف نبهان سويلم، الوظيفة أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الوزارة وزارة الموارد المائية والري. السيد خالد عاطف عبد الغفار محمد، الوظيفة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الوزارة وزارة الصحة والسكان.
السيد محمد أيمن أحمد عاشور، الوظيفة نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. السادة الأعضاء، أرجو إرجاء التصفيق بعد الانتهاء من جدول الأسماء. تفضل تفضل. السيدة سهى سمير ناشد جندي، الوظيفة مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، الوزارة وزارة الهجرة والمصريين بالخارج. السيد أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الوظيفة الرئيس التنفيذي لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، الوزارة وزارة السياحة والآثار. السيد أحمد سمير محمود علي صالح، السيد أحمد سمير محمود علي صالح، الوظيفة عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة الاقتصادية، الوزارة وزارة التجارة والصناعة. الفريق محمد عباس حلمي هاشم، الوظيفة قائد القوات الجوية المصرية، الوزارة وزارة الطيران المدني. السيد حسن محمد حسن شحاتة، الوظيفة الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، الوزارة وزارة القوى العاملة. السيدة نيفين يوسف محمد الكيلاني، الوظيفة عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، الوزارة وزارة الثقافة. اللواء هشام عبد الغني عبد العزيز أمنة، الوظيفة محافظ البحيرة، الوزارة وزارة التنمية المحلية. السيد محمود مصطفى كمال عصمت، الوظيفة رئيس مجلس إدارة القاهرة لتصنيع الزجاج، الوزارة وزارة قطاع الأعمال العام. اللواء محمد صلاح الدين، الوظيفة نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، الوزارة وزارة الإنتاج الحربي. انتهى سيادة الرئيس. شكراً شكراً. السادة الأعضاء، السادة الأعضاء، الموافق من حضراتكم على جميع الترشيحات المتضمنة في الكتاب الوارد من السيد رئيس الجمهورية يتفضل برفع يده. موافقة. السادة الأعضاء، إذن فقد توافرت الأغلبية المتطلبة للموافقة في هذا الشأن، وهي أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. لذا أعلن موافقة المجلس على جميع الترشيحات المتضمنة في الكتاب الوارد من السيد رئيس الجمهورية. والآن ليتفضل السيد النائب أحمد سمير صالح بالحديث. شكراً سيادة الرئيس. في البداية
بتوجه بالشكر للقيادة السياسية متمثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الثقة، وإن شاء الله أكون على قدر المسؤولية. رسالة الشكر الثانية لمجلس النواب اللي قضيت فيه 7 سنوات، يمكن من أفضل أيام حياتي، اتعلمت الكثير من حضراتكم جميعاً، وتعاوننا بقدر الإمكان إن احنا نقدر نطلع منتج جيد ونقوم بدورنا على أكمل وجه. رسالتي لزملائي، هفتقدكم كثيراً، ويعني يا ريت تخفوا عليا، يعني لو أنا دلوقتي بنتقل إلى صفوف المساءلين تخفوا عليا. لجميع زملائي من السادة النواب، أنا الحقيقة مش عايز أنسى حد، أنا بشكر حضراتكم جميعاً من أصغر فرد في المجلس تعامل معي خلال 7 سنوات الماضية لشخص حضرتك الكريم سيادة المستشار. والرسالة الأخيرة للشباب، عندكم فرصة وعندنا فرصة إن احنا نثبت نفسنا، اشتغل وهتلاقي مكانك. شكرا سيادة الرئيس. شكرا سيادة النائب. السادة الأعضاء، باسمكم جميعا وباسمي نتقدم بخالص التهنئة لسيادة النائب أحمد سمير صالح على ترشحه لهذا المنصب الوزاري الهام، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون التوفيق حليفا لجميع المرشحين في استكمال مسيرة من سبقوهم من أجل غد أفضل لمصر ولجميع المصريين. والآن ترفع الجلسة.